السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير والعافية والسرور. ورجاء اللي يشاهد هذا المقطع يعطي مشاركة على مود يوصل للأحزاب الفاسدة التعبانة. أرد أناشد سيد عمار الحكيم الله يعطيه العافية. سيدنا، صار لك 17 سنة بالعملية السياسية، أنت وحنان الفتلاوي ولاملك زمرة وتقول إحنا عراقيون. لا يا عم، انا اقول لك باسم الشعب العراقي وباسم المتظاهرين الابطال في عموم العراق، انتم مرفوضين جمله وتفصيلا. عم والله لعبه ارواحنا من عندكم، بين ما بين الله جزعنا، لعبه ارواحنا من عندكم. من نشوفكم حتى يعني نشوف الخراب والدمار، ومن نشوف هاي الشتشولات عم تعبنا. انت جدك سيد محسن الحكيم مرجع الطائفه الشيعيه كلها، عمي ما تقعد وتسكت، اقعد كل ساعة ولام لك زمرة علينا، بكتونة حرامية، لا عندنا كهرباء، لا عندنا ماء مثل العالم، لا عندنا شارع مثل العالم. ونحذر جميع الشرفاء وجميع المتظاهرين الأبطال أن لا يضحكون عليهم الأحزاب ويدخلون وياهم مشاريع سياسية. أنا واحد من الواضح يمكن 6 مرات يجون من الأحزاب ورادوا يدخلون ويانا مشاريع سياسية ورفضناهم جملة وتفصيلا. احنا وادي طلعنا من اجل حقوق، من اجل حقوق ثابته. عمي كهرباء مو مثل العالم، يعني شو تريد تسوي؟ انت كل ساعه لابس لك الباس وجاي للعالم. انت سيد ابن رسول الله، اقعد واسكت. مو كرهت العالم حتى بعمامه رسول الله. عمامه رسول الله لها اعتبارات عبد الوادي، هسه بعد ما حد يشتريها من وراء هاي تجمعاتكم وهاي سوالفكم التعبانه. احنا ناس عراقيين وطنيين، نرفضكم جملة وتفصيلة جميع الأحزاب بدون استثناء. لا سويتوا لكم شارع، لك مستشفى ما سويتوا مثل الأوادم. 17 سنة مستشفى ما سويتوا مثل الأوادم، لأن أنتم ناس جايين تبوقون وترحون. أكسجين ماكو بالعراق، والله عيب عليكم، بالله العظيم عيب. ناس عندنا تموت بسبب الأكسجين، هذا الأكسجين شنو قنابته؟ وهاي الرسالة رجاء اخوان اللي يشاهدها خلي يعطيها مشاركة، خل توصل لذول الاحزاب الفاسدة اللي يردون يرجعون علينا. والله العظيم لا عندكم غيرة، ولا عندكم ناموس، ولا عندكم مستحى، والدور صوروكم مثل صور النسوان هسه، استحوا والله عيب عليكم. لهالدرجة وصلتوا من الانحطاط، ولكم واد النسوان تجدي، واد ما عدها تاكل، بدل ما توفرون للمستشفيات، بدل ما اسوي لكم شغله بيها حار، جايب لحنان الفتلاوي وتداور لي بهالوجوه هاي التعبانه كل ساعه باسم. عمي الله لا يوفقكم، والشعب العراقي يدعي عليكم، ونسال الله واهل البيت ان يحفظكم بعد وبعد وبعد. والله وكل عراقي شريف اذا اجت الانتخابات لا ينتخب هاي الشتشولات، لان هاي الشتشولات هي سبب دمار العراق. وشكرا.